إذا قيل لك ما هي أركان العبادة فقل أركان العبادة ثلاثة: محبة الله، خوف الله، رجاء الله. إذا سمعت أي شخص يقول لتعبد الله من أجل محبة الله لا خوفا من عقابه ولا رجاء لما عنده فاعلم بأنه صوفي، لأن الصوفية يعبدون الله عز وجل بالمحبة فقط. فيجب أن تعبد الله محبة في الله وخوفا من الله ورجاء من الله.